في هذا العصر يعني أوائل القرن العشرين اللي مضى، عالم روسي اكتشف هو يعني نظرية اعتبرها شغلة كبيرة وطنطن فيها ونادى فيها وعمل لحاله دعاية فيها، سماها نظرية الرد الفعل الشرطي. نظرية رد الفعل الشرطي، وأجاب كلاب مشان حتى يجرب النظرية عليه ونعمل مشان دعاية، يعني عمل الشيء كله مشان دعاية. نظرية رد الفعل الشرطي أن المؤثر الطبيعي إذا صاحبه مؤثر صناعي يكتسب هذا المؤثر الصناعي يكتسب من المؤثر الطبيعي أيضا. ما في وقت نشرحه، لكن هذا معنى باختصار النظرية، نظرية رد الفعل الشرطي. طيب قبل ما هذا العالم الروسي بافلوف اسمه يكتشف هذه النظرية، طيب شو اللي مناسب إليه وتقتضينا نحن نطلع نقول يا جماعة الإمام الغزالي تحدث عن قانون اسمه قانون سبق التصور إلى العكس، يا جماعة ترى هذا القانون ذكره فلان وفلاني، ذكره ابن مسكوي، ذكره أنا بعرف بالغيب، لا تحكي هالكلام قبل ما هدول يجوا يجيبوا هالنظرية موجودة وأريناها، أنا واحد من اللي أراها، أقرأنيها مشايخنا ثم قرأتها لتلامذتنا، وبعدين لو سمعنا تعرف في مين عم يحكي إنه عن حاله، نقول لا والله يا أخي هذه النظرية ذكرها الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في مقدمة المستصفى في المسألة الفلانية، وذكرها ابن مسكوي وذكرها فلان وذكرها فلان. طيب نعم واضح كيف بيجاوبوا يقولوا ها كل ما طلعت نظرية بيجوا يقولون أين احنا أسبق منكم. نعم نحن أسبق، لكن لسنا بصدد أن ندندن بها وأن نسمسر عليها. لم تأخذك ثانية.